عودة معكم مشاهدينا لمتابعة برنامج حلوة ومرة مع ضيفتنا كولات حلاني. كولات أهلا وسهلا فيك مجددا. رح نحكي هلأ أكثر شيء عن الأولاد. بعرف عندك ثلاث أولاد، الوليد، ماريتا ودانا. ومثل ما شفنا الوليد بيشبه خبيبيه، يعني الصورة طبق الأصل عنه عم نشوفه بالصور هلأ. هل صوته حلو مثل ما بيدبك حلو؟ لا صوت ما في، بس بيدبك. ماريتا عندي صوتها حلو. عن جد؟ الكبيرة. وفي طموح لإلها انها تغني؟ بدربها هلا عارفه؟ هي بتحب. نحن لا، بعد ما فتنا بهالقصه معها. هيدي الصوره اللي عم نشوفها وين؟ هيدي لندن. اوكي. هي الصيفيه. وكيف تقتنع الوليد ينزل بالكليب مع بيو؟ كيف اقتنع عاصي ينزل وليد؟ هيك؟ هو وليد عنده ضعف على وليد عاصي. كل ما بيكون عنده حفله، كل ما بيكون بده يروح معه، بياخده لانه ما له قلب يقول له لا. العالم فاكرين انه عاصي هو بده الوليد يكون هيك، هو لا، هو وليد لحاله بيطبق هوايه، يعني ما حدا علمه. مهضوم بالكليب كثير مهضوم عن جد. الله يخلي لك اياه ويخلي لك عائلتك. هيدي صوره كمان ثاني عم نشوفها. يعني عاصي بيعطي وقته للاولاد حسب الصور رح نعم نفتكر. لا، وقته كله للاولاد، كل وقته معنا الا بالحفلات. حفلات يعني ماشي. والولاد اجمالا وين عم بيحبوا يقضوا اكثر، بالحلانيه بالمزرعه او بالحزميه؟ الصبي حلانيه، البنات حزميه. دبكه وما دبكه اكيد البقاعه. لا، وليد انه اتيفي واحصنه. البنات هلا صاروا بتعرفي صبايا مشاريع سيني وابيسي وبدهم اصحابهم شوبينج. ما بقى مشروعهم انه جبل. طيب كولات، بنعرف انه عاصي هو رقم 11 على 13 ولد. اول ما تجوزتوا ما حب عاصي الحلاني انه تكون عائلته مؤلفه من 13 ولد، ولا من الاساس اتفقتوا انه ثلاثه وبس؟ لا، ما اتفقنا، احنا ثاقبت ثلاثه، بس ما اكيد ما بحب 13 ولد، بده 13 مره هلا. لا، ثلاث اولاد، هو بحب بعد ولد، بس يعني يمكن صعبه. صعبه؟ يمكن. الله العاطي يمكن، ما بتعرف. شو اذا هيك رزقتي بولد، شو بتحبي يكون، ولد ولا بنت؟ انا بنت، بس عاصي بحب صبي، وكلهم يعني صبي. صبيين وبنتين، حلو. العائلة من اربع اولاد. لا، بس هو عاصي واهله وخيه كمان يمكن. لعاصي بحبه صبي. هيك عادة ليه هالفكرة دايما انه الرجل دايما بده صبي يكون؟ البي بده صبي. إيه؟ لانه بحسه سند لإله، رفيق لإله، بيتكل عليه اذا بياخد اسم العيلة. إيه؟ كمان كرمال هيك بتعرف العرش بده يتسلى. قد ايه بياخذوا اولادك من وقتك؟ كل وقت انا بالبيت مع الاولاد، ويعني كل شيء متابعتهم. هيدي ماريتا او دانا؟ ماريتا. قد ايه عمرها؟ 13 سنه. 13. بتحب تشترك بملكات الجمال مثل امها؟ بتحب. ان شاء الله. بتشجعيها؟ ليه لا، حلو. على عاصي ان شاء الله ما يكون عم بيحضرني. ما بحب. ما بعرف انه لوقتها ما بحب انه اولاده يكونوا تحت الاضواء، لانه مثل ما ذكرتي كمان ما حب انه الوليد يكون معه بالكليب انه بفضل. ايه، هو على بس انه ما حدا بيعرف يعني بالنتيجه. انا بحب الواحد الهوايه اللي بحبها يعملها، وشو بحب يعمل، لانه ما بينجح بشغله الا ما يكون بحبها. مزبوط. بعدين انه ملكه جمال يعني نيالها، يعني شو عيب؟ لا بالعكس، شيء انه كثير حلو. مثل بلدها اصلا كمان نياله عاصي اخذ ملكه جمال. كولات، نحن مثل ما بنعرف بتحب الشوكولا، القشطه وكل انواع الحلويات، وما بتهتم بجسمك ابدا ولا بالوزن. لا، بتهتم بجسمك بس بالوزن ما بتعطي عليها. بعمل رياضه كثير كولات، بحرقهم يعني بكلهم، برجع بحرقهم. اوكي.